متضايق، مخنوق، محبط، تعالى جنبي هنا. بس كنبتي المسكينة دي هتقضي مين ولا مين؟ ده المحبطين كتير كتير قوي، بس ربنا أكبر وأعظم، لسه في ناس منورين. إحنا قدرنا نتولد ونعيش في بلاد المحبطين. أهلا بيكم في انتباه. في حلقات سابقة اتكلمنا عن التسمم، إنه بيجي من الأكل. ده تسمم لطيف، له علاج، له حل. بينتج عن الأكل الفاسد حالات تسمم فردية، وله أعراض زي وجع في المعدة، قيء، هذيان، وتكون نتيجته مرض فرد واحد بس، شوية أدوية، وإما تخف أو تموت. نقطة بيج ديل. خسرنا وحدة واحدة من المجتمع، مرضت، وقعت، مش مهم، عندنا كتير جوه. النهاردة هنستكمل عرض أفضل أنواع السموم. دلوقتي في تسمم من نوع آخر يا فندم، مش هيسممك من بطنك، اطلع فوق. والسم بتاع فوق ده بقى زعاف مالوش حل، سم متوغل منتشر ومتفشي. يا ساتر يا رب. لا ومالوش حل، هيجيبك هيجيبك. ده اللي له قدرة فائقة على تسميم المجتمع كله، تسميم المخ. المخ اللي ربنا ميزنا بيه عن الحيوانات، ادانا مخ مسؤول بقى عن تصرفاتك، كلامك، قراراتك. فلو ضربت لك مخك خلصت، انا خلصت منك نهائي. احاربك ليه؟ انت رايح في داهيه بدون مخك. لو انت بدون مخك يبقى انت تحولت الى ايه؟ رحله تكوين وبلوره ونحت المخ بتاع الانسان ده عشان يطلع اجيال مضطرة الرحلة دي تعدي على مصنع المدرسة عشان تطلع لنا المنتج العظيم ده اللي هو التلميذ. تعالوا معايا بقى هنشوف تقرير صغير كده يوضح إلى أي مستوى وصل تعليمنا في مصر. سنة كام يا شهد؟ ستة ابتدائي. قولي كم عدد محافظات مصر؟ 29 فاش 30؟ يمكن. سنة كام؟ ستة ابتدائي. طب قولي لي كم عدد محافظات مصر؟ 29. قولي لي بقى 29 كده؟ مطروح وليبيا وزايد نعيم وجواد حسني وكم البص؟ وكم البص؟ طب قول لي 29. جواد حسني، دمنهور، ابو حمص، زاوية نعيم، الشرقية، ليبيا. 27. قولهم لي كده 27. ليبيا، السودان، مصر، كم البصل، الزاوية، درامس. كم عدد محافظات مصر؟ قولي لي بقى ال 29 محافظة ايه هما؟ ليبيا، اسيا، اوروبا، افريقيا. طب قولي لي في اي قاره تقع مصر؟ قاره تقع مصر افريقيا. ليبيا. طلعت الاعدادي ازاي من الابتدائي؟ طلع زي الناس. 5 في 5 بكام؟ 10. 9 في 8 بكام؟ 9 في 8 15. طب قولي السبعة في تمانية بكام؟ 13. الخمسة في تمانية بكام؟ خمسة في تمانية بخمسين. السبعة في تمانية بكام؟ السبعة في تمانية التسعة في تمانية التسعة في تسعة اتنين وتمانين مية. ثورة 1952 كانت سنة كام؟ 1919. قولي ثورة 1952 كانت سنة كام؟ ثورة 1952 كانت سنة كام؟ طب ثورة 1919 كانت سنة كام؟ طب ثورة 1919 كنت بتكتب ايه في الورقة يعني في الامتحان؟ كنت بنحل اللي فوق تحت واللي تحت فوق. استهجى كلمة جمهورية؟ جيم ميم ت واو. استهجي لي كلمة قارة. ق
كر 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 كاف بس را واو ت. انت نفسك تطلع ايه؟ دكتور. دكتور بالانجليزي يعني ايه؟ تيتشر. واتس يور نيم؟ ايار ايمان. ايار ايمان. قوليها تاني كده. ايار ايمان. دكتور. طب قولي دكتور بالانجليزي يعني ايه؟ دكتور. دكتور بالانجليزي يعني ايه؟ دكتور بالانجليزي اب. نفسك تطلع ايه؟ دكتور. نفسك تطلع ايه؟ افضل.